هنستكمل تصميم المين جيردر بان احنا نعمل تشيك على اللاترال تورشن والباكلينج، ويمكن المحاضره اللي فاتت اللاترال تورشن والباكلينج ما كانش واضح قدامنا، او بمعنى صح ما كناش عاملين حساب ليه، لان كنا مستخدمين او كان المثال بتاعنا كان ديك بريدج، والديك بريدج دوت البلاطه الخرسانيه كانت موجوده فوق الكاميرا المين جيردر، وبناء عليه كان ال باكلينج اوف كومبريشن فلانج كانت ايكوال زيرو. بصفة عامة اللاترال تورشنال باكلينج هو تحديد قيمة الانسبورتد لينس اللي موجود عندي في الكاميرا بالنسبة للكمبريشن فلانج، ويمكن عندنا ثلاث حالات ممكن نتعرض لهم، سواء ديك بريدج او سيمي ديك او بوني بريدج. بالنسبة للديك بريدج ممكن يكون عندي حالتين او نتعرض لحالتين، حالة منهم ان البلاطة الخرسانية راكبة فوق الديك بريدج على طول او على الكمبريشن فلانج مباشرة، وبالتالي ال باكلينج كومبريشن فلانج ايكوال زيرو، وفي الحاله دي احنا مش محتاجين نعمل تشيك اوف لاترال تورشنال باكلينج. الكيس الثانيه ان ممكن يكون البلاطه الخرسانيه بعيد عن المين جيردر او الكومبريشن فلانج بتاعت المين جيردر، وفي الحاله ديت بلاقي ان الكروس جيردر هي الداعم للكومبريشن فلانج في المنطقه العلويه اللي فوق. ولو احنا شايفين الرسمه على ايدنا اليمين بالنسبه للحاله الثانيه، ال باكلينج او ال انسبورتد لينز اللي موجوده عندنا هتلاقيها المسافة بين الكروس جيردر وبعضها. أما بقى بالنسبة للبوني بريدج أو السيمي ديك، والاثنين دول تقريبا حالة واحدة أو قريبين من بعض، فهنا الـ الكاميرا الكمبريشن فلانج بتبقى موجودة فوق، وفوق دوت مفيش أي حاجة رابطة خالص في المنطقة ديت. ولكن أنا كل فترة أو كل مسافة الكروس جيردر بيبقى في عندي يو فريم اللي هو البراكت بتاعنا. اليو فريم دوت الكود المصري استغله في إن هو يبقى محدد لي قيمة الانسبورتد لينس بتاعتنا. وادانا معادله من موجوده عندنا في الكود اللي هي ال باكلينج كومبريشن فلانج بتساوي 2.5 الجذر الرابع اي اي واي اي في دلتا. والمعادله ديت بعد ما بتطلع نشوفها ونقارنها بالمسافه بين الكروس جيردر وبعضها اللي هي المسافه ايه. لو طلعت اكبر فباخدها القيمه الكبيره، وطلعت اقل من الايه باخد قيمه الايه اللي هي المسافه بين الكروس جيردر وبعضها. زي ما شفنا بالنسبه للديك بريدج، الديك بريدج الفلور سيستم كان موجود فوق عند منطقه الكومبريشن فلانج، فانا ما كانش عندي فيه مشاكل بالنسبه لتحديد قيمه اللاترال تورشنال باكلينج او الانسبورت لينس بتاع الكومبريشن فلانج، سواء بقى محطوط عليه خرسانه او من غير خرسانه، فكانت القيمه بتاعته دايركت واي انا بقدر احددها ومفيش مشاكل بالنسبه لي. اما بقى بالنسبه للبوني بريدج او السيمي ديك، فبلاقي كان في عندي مشكله ان الفلور سيستم موجود تحت والكومبريشن فلانج هي اللي فوق. وطبعا الكومبريشن فلانج طالما فري كده يبقى لابد من تحديد قيم معينه، ما ينفعش ان انا يبقى الكومبريشن فلانج بطول الكوبري من اوله لاخره، لان الكود بيديني معادله، المعادله ديت اللي هي اللي قدامنا ديت يمكن هنفسرها مع بعض وايه الرموز الموجوده قدامنا. ال باكلينج كومبريشن فلانج اللي موجوده عندنا بالنسبه للكود المصري قال لي انها بتساوي 2.5 الجذر الرابع اي اي واي اي دلتا. وطبعا زي ما احنا اتفقنا ان ما تزيدش او تبقى اكبر من او تساوي المسافه بين الكروس جيردر وبعضها اللي هي المسافه ايه. ايه طبعا احنا عارفين المصري بتاع الحديد الاي واي هي المومنت اوف انرشيا حوالين الواي للكمبريشن فلانج، الاي هي المسافه بين الكروس جيردر وبعضها او بين كل يو فريم والتاني، طبعا المسافه دي بالسنتيمتر. بالنسبه للدلتا دي بنسميها الفلكسبيليتي اوف يو فريم، وهنا الفلكسبيليتي اوف يو فريم ديت عباره عن قيمه الدلتا اللي احنا زي يمكن شايفينها على الرسمه اللي قدامنا، قيمه الدلتا نتيجه يونت فورس في الاتجاه الافقي، وبيطلع قيمه الدلتا ديت هي الدلتا اللي احنا عايزينها. طبعا لما احنا حسبنا الدلتا ديت نتيجه يونت فورس لقينا الدلتا دي بتساوي دي 1 تكعيب على 3 اي اي 1 زائد دي 2 تربيع في بي على 2 اي اي 2. ويمكن هنشوف الرموز ديت او الداتا اللي موجوده قدامنا بالنسبه لمعادله الدلتا دي هتيجي ازاي. الدي واحد هي المسافه من التوب فلانج او من منتصف الكومبريشن فلانج اللي موجود عندي فوق لغايه وش الكروس جيردر اللي موجوده عندنا، ويمكن واضحه في الرسمه اللي قدامنا وشايفينها دي المسافه دي واحد. يبقى الدي واحد هي المسافه من السنترويد او من السنتر لاين بتاع الكومبريشن فلانج لغايه ما نوصل للتوب فلانج بتاعه الكروس جيردر. بالنسبه لدي 2 زي ما احنا برضو شايفينها في الرسمه انها مسافه من السنتر لاين بتاع الكومبريشن فلانج الى
السنتر لاين بتاع الكروس جردر. يبقى هنا في فرق بين دي واحد ودي اتنين، ان تقريبا القيمه بينهم او الفرق اللي بين الاثنين هو عباره عن قيمه نص الارتفاع بتاع الكروس جردر. بالنسبه للاي واحد، الاي واحد دي عباره عن المومنت اوف انرشيا بتاع البراكت الموجود عندي، اي واي بتاعت البراكت الموجود عندي، ويمكن هنشوفها في الحسابات في المثال ويمكن ده تبقى اوضح اكتر. بالنسبه للاي 2 دي المومنت اوف انرشيا بتاع الكروس جردر، الجزء اللي هو شغال معايا في اليوت فريم من الكروس جردر، وبالتالي الاي 2 هي المومنت اوف انرشيا في الكروس جردر. بالنسبه للبي زي ما احنا شايفين في الرسمه هي المسافه من مين جردر للمين جردر اللي هي تقريبا طول الكروس جردر اللي احنا بنتكلم عنه. بمعرفتنا لقيمة ال L buckle of compression flange سواء للبيك بريدج او للبوني بريدج زي ما احنا شفناها في السلايد اللي فاتت، بنقارنها بالانسبورتد لينس اللي بيديها لي الكود. وكود هنا مديني معادلتين باخد الصغيرة فيهم او باخد القيمة الصغيرة في المعادلتين او اللي بيجي من المعادلتين. المعادلة الأولانية 20 دي فلانج على جاتر اي فيلد، المعادلة الثانية 1380 اريا فلانج في السي بي على دي في الاف فيلد. طبعا اعتقد الكلام ده احنا شفناه السنه اللي فاتت في الترم الاولاني، ازاي احدد قطاع عليه لاترال تورشنال باكلنج او المشكله بتاعه اللاترال تورشنال باكلنج ازاي نحددها، ويمكن واجهتنا في الكرين جيردر وفي المثال بتاع الكرين جيردر، وشفنا المثال بتاع الكرين جيردر كان فيه مشكله في اللاترال تورشنال باكلنج. هنا الكود بيديني الالابل ستريس للبندنج نتيجه لاترال تورشنال باكلنج عن طريق اف ال بي بي اللي هي عباره عن جذر تربيع لاف لاترال تورشنال باكلنج 1 تربيع زائد اف لاترال تورشنال باكلنج 2 تربيع. وفي الحاله ديت المفروض ان الجذر دوت يطلع الناتج في الاخر يكون اقل من او يساوي 0.58 اف فيلد. طيب اف لاتر تورشنال باكلنج يمكن الناحيه اليمين انا جبت المعادلات اللي موجوده في الكود كتذكيره فقط لا غير، انا عارف انها موجوده في الكود. اف لاتر تورشنال باكلنج 1 ليها قيمه، واف لاتر تورشنال باكلنج عباره عن احد القيم الثلاثه بتعتمد على حسب الكونديشن اللي موجود في اي او بي او سي. في المثال اللي احنا شفناه المحاضره اللي فاتت كان عن البيج بريدج وازاي بنطلع البيلت اب سيكشن ونطلع الابعاد بتاعته، ويمكن احنا ما اتدخلناش جامد قوي في اللاترال تورشنال باكلنج بالنسبه للبيج بريدج لانه كانت البلاطه كانت موجوده فوق المين جردر يعني. لكن بالنسبه للمثال دوت اللي قدامنا يمكن ده مثال هنتكلم فيه ان انا البيلت اب سيكشن انا اوجدتها او طلعت الابعاد بتاعتها ديت طبقا للمثال او زي المحاضره اللي فاتت يعني كديزاين اوف بيلت اب سيكشن. ولكن لما بنيجي نحدد الابل ستريس كان لازم نعرف اللاترال تورشنال باكلنج لينس بكام او ال بي بكام عشان نقارنها بال يو ونشوف القيم الستريس الالاوبل بندنج قد ايه. المثال اللي قدامنا دوت عباره عن بوني بريدج، الكومبريشن فلانج بتاعتنا عباره عن 70 في 45 مللي او 70 سم في 45 مللي. الارتفاع بتاع الكاميرا 3 متر في سمك 1.6 مللي، والكروس جردر الابعاد بتاعتها زي ما كنتم شايفينها في المثال الاتش ويب بتاعتها كانت ب 100 سم، والبي فلانج ب 30 سم، والتي ويب ب 1.2 سم، والتي فلانج ب 2 سم. المسافه من الكروس جردر للكروس جردر 5 متر اللي هي يعتبر دي المسافه من اليو فريم لليو فريم اللي بعديه، ويمكن زي ما احنا شايفين انا بقول يو فريم لان شكل الكوبري نفسه على شكل حرف يو. لو بصينا على شويه الابعاد دي بس هنفتكرها عشان نيجي للسلايد اللي بعديها يبقى فاكرين شويه الابعاد اللي موجوده قدامنا. المسافه لو نفتكر مع بعض انا كان عندي حاجه اسمها دي 1 ودي 2. دي 1 احنا اتفقنا عليها عباره عن المسافه من الكومبريشن فلانج لغايه وش الكروس جردر. ولو خدنا بالنا انا عندي الكروس جردر ارتفاعها متر والمين جردر ارتفاعها 3 متر ففرق بينهم 2 متر. ده دي 1. الدي 2 هي المسافه من الكومبريشن فلانج لغايه السنترويد بتاع الكروس جردر، ويمكن زي ما احنا شايفين كده عباره عن نص الارتفاع بتاع المتر بتاع الكروس جردر هنزودهم على 2 متر يبقى انا عندي 2 متر ونص. ده الدي 1 والدي 2. وزي ما احنا شايفين انا عندي البراكت نفسه المسافه بتاعت عرض البراكت 60 سم اللي هي 600 مللي اللي موجوده قدامنا، والمسافه من المين جردر للمين جردر عباره عن 10 متر. فكده دي الدايمنشن المفروض ان احنا هنشتغل على اساسها وهنبتدي نشوف
الانسبورتد رينج بتاعنا او اللاترال تورشنال باكلينج بتاعنا قيمته بكام. طبعا ده برجع اقول تاني، ده برجع اقول ان الكاميرا نفسها لما اجي اصممها بصممها بالطريقه العاديه بتاعتي اللي انا فرضتها بالمومنت اريا ميثود. عشان نبدا حساباتنا طبعا لازم نبدا حساباتنا بالانون الاول اللي هو المفروض اعوضه في المعادله، ويمكن الانون الاساسي اللي عندي اللي هو الدلتا، قيمه الدلتا ازاي احسبها. طبعا زي ما احنا اتفقنا الدلتا ديت عباره عن قيمه السوي اللي هيحصل للكمبريشن فلانج في الاتجاه الافقي بتاثير واحد يونت طن. زي ما احنا شايفين الدلتا عباره عن دي واحد تكعيب على 3 اي اي 1 زائد دي 2 تربيع في بي على 2 اي اي 2. ويمكن المعادله اللي قدامنا بتاعت الدلتا ديت احنا الدي 1 والدي 2 احنا تقريبا حددناهم، فاحنا عارفين ان الدي 1 ب 2 متر والدي 2 ب 2 متر ونص، وطبعا البي اللي هي بال 10 متر اللي هي بتاعت المسافه من المين جردر للمين جردر. لو خدنا بالنا ان انا عندي الاي هي عباره عن مودس فرانسيسكي بتاع الحديد اللي قيمته 2100. نيجي للجزئيتين هنلاقي اي 1 واي 2 ودول اللي احنا هنحسبهم في المعادلات اللي احنا شايفينها فوق. واي 1 دي الانيرشيا بتاعت البراكت، ولو خدنا بالنا الانيرشيا بتاعت البراكت يمكن انا رسم القطاع بتاعه اللي انا اشتغلت على اساسه. انا عندي البراكت كان في المساله او في السلايد اللي فاتت كان العرض بتاعه 60 سم، طبعا انا ما بشتغلش عند ال 60 سم، انا بشتغل على قطاع افكتيف، فالافكتيف عندي على تلتين المسافه من فوق. تلتين المسافه من فوق يبقى انا عندي التلت من تحت. قيمه التلت من تحت انا العرض عندي 60 فطلع عندي 40 سم. الناحية الثانية ده قيمة الاستيفنر، الاستيفنر كان عرضها 15 سم. والاستيفنر يمكن احنا هنعرفها مع بعض في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. فنفترض الأبعاد اللي موجودة قدامنا دي لغاية ما نحدد قيمة الاستيفنر ازاي بتتصمم وازاي يجي القطاع بتاعها. زي ما احنا شايفين البراكت 40 سم و15 سم وبينهم في النص السمك الويب اللي هي 16 مللي. فالإجمالي بتاع الأي بيم اللي أنتم شايفينها ديت عبارة عن 56 سم و6 من عشرة. انا هفترض ان في عندي فلانجة عرضها 30 وسمكها برضو 16 مللي، وهفترض ان انا عندي ناحية تانية برضو نفس الفلانجة بنفس الابعاد. تسهيلا لحساباتي للانيرشيا المفروض ان في جزء من الويب شغال معايا في القطاع ده، ولكن انا ههمله واعتبر القطاع ده عبارة عن حرف اي فقط لا غير، وبالتالي الانيرشيا زي ما احنا شايفين اي واحد عبارة عن 1.6 من 10 في 56 و6 من 10 تكعيب على 12 زائد المساحة بتاعت الفلانجتين في المسافه من السنترويد الفلانجا لغايه سنترويد القطاع. طلع عندي القيمه دي ب 105 469 و96 من 100 سنتيمتر اس 4. نيجي بعد كده الاي 2، الاي 2 زي ما احنا عرفناها في المعادله بتاعتنا ان الاي 2 هي الانيرشيا بتاعت الكروس جيردر، وزي ما احنا انا يمكن احنا في المثال لو خدت بالك ان احنا هتلاقي ان احنا حطينا الابعاد بتاع الكروس جيردر عشان اقدر اشتغل عليها في المثال. فانا هجيب الانيرشيا اي 2 اللي هي الانيرشيا بتاعت كروس جيردر، ونرجع للابعاد ديت هتلاقي الانيرشيا بتاعت كروس جيردر بتساوي 412120 سنتيمتر اس 4. بمعرفتي الاي 1 واي 2 يبقى كده المعادله بتاعت الدلتا اقدر اعوض فيها واقدر اشتغل على اساسها. ولو بصينا المعادله بتاعت الدلتا اللي هي الدي يعني عباره عن ال 200 تكعيب اللي هي الدي 1 على 2 على 3 اي اللي هي ال 2100 في القيمه بتاعت الاي 1 زائد ال 250 اللي هي الدي 2 في ال 10 متر طبعا بس بالسنتي هتبقى 1000 سنتي على 2 اي في الاي 2 اللي هي الانيرشيا بتاعت الكروس جيردر اللي احنا جبناها بقيمه 412120. طلع في الاخر ان الدي او الدلتا ديت بتساوي 48 من 1000 سنتيمتر طبعا لكل طن. بمعرفتي للدي او بمعرفتي للدلتا انا اقدر اعوض بعد كده في المعادله بتاعت ال باكلينج اوف كومبريشن فلانج اللي هي بتساوي 2.5 الجذر الرابع اي زي ما احنا شايفين في الانيرشيا بتاعت او الاي واي بتاع الكومبريشن فلانج نفسها. ولو خدنا بالنا ان احنا عندنا المين جردر كانت كومبريشن فلانج بتاعتنا او الفلانج بتاعت المين جردر كانت 70 سم في 4 سم ونص. فلو خدنا 4 سم ونص في 70 تكعيب على 12 دي الاي واي بتاعت الكومبريشن فلانج. طبعا هضربها في ال 500، طبعا ال 500 ديت اللي هي المسافه بين كل يو فريم والتاني اللي هو المسافه من الكروس جردر للي بعديها. هضربها في الدلتا القيمه اللي احنا جبناها من فوق اللي هي 48 من 1000. طلع عندي ال ال باكلينج اوف كومبريشن فلانش 709.38 سم. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان لازم تكون
اكبر من او تساوي المسافه بين كل يو فريم وبعضه اللي هي ال 500 سنتي، اللي هي المسافه من كروس جردر لكروس جردر، فطبعا هي اكبر منه. فعشان كده انا هشتغل على ال باكلنج في الكومبريشن فلانج بتساوي ال 709.38. لو طلعت لي الرقم دوت اقل من ال 5 متر كنت هاخد الرقم ال 5 متر. بالنسبه للحسابات بتاعتنا اللي هتستكمل بعد كده، ان انا احسب الانسبورتد لينس اللي بيديهولي الكود، اللي احنا زي ما اتفقنا 20 بي فلانج على جذر اف هيل، وال يو اللي هي 1380 اريا فلانج في السي بي على البي في الـ في الـ في المسافه بتاعت الاف هيل. هنبدا في جزء جديد اللي هو كارتلمنت اوف فلانج بليت، ويمكن الكارتلمنت بتاع الفلانج بليت هنا الغرض منه ان انا احاول بقدر الامكان اوفر القطاع على قد ما اقدر، لان انا لو خدت بالي ان انا رسمت او عملت ديزاين للبندنج مومنت على اقصى قيمه للبندنج مومنت الموجوده عندنا، واقصى قيمه للبندنج مومنت كانت موجوده في النص، طبعا القطاع عشان يمشي بالقيمه القصوى من النص لغايه الاخر بنفس القيمه ده بيبقى قطاع ويست، فعشان اقلله شويه فلازم نعمل عمليه توقيف للفلانجه، العرض اللي موجود عندي ده اقلله على قد ما اقدر او التخانه زي ما نشوف في السلايدز اللي جايه يعني. عشان نعرف نعمل كرتلمنت، الكرتلمنت اللي هنتعرض ان احنا نعمل عمليه التصغير للفلانجه ممكن يعرضنا لثلاث حالات، ممكن اصغر الفلانجه كعرض وكتخانه ودي بالكيس كيس واحد اللي موجوده قدامنا دي، وممكن اصغر الفلانجه في العرض فقط او في العرض فقط لا غير، وممكن اصغر الفلانجه في التخانه فقط. طبعا يعني الاوفر او الاحسن بالنسبه لي او بالنسبه للصنايعي اللي هيشتغل هو الكيس 2 اللي هي تقليل الفلانجه بس. دايما تقليل التخانه بيبقى دايما في درجه صعوبه، لان انا بعمل حته كده ترابد اريا بيبقى التخانه بتاعتها مسلوبه من التخين للصغير، فبالتالي في درجه صعوبه في التنفيذ بتاعتها. ولكن بالنسبه للعرض انا بقطع البليت زي ما انتم شايفين في الكيس 2، بعمل بليت ترابيزويدال بالشكل اللي هو ياخد من التخانه الكبيره او العرض الكبير للعرض الصغير. مسافات الكرتلمنت بتعتمد على طول الكاميرا، وبالنسبه لنا طول الكاميرا اللي قدامنا اللي احنا شايفينها اقل من 30 متر، يعني لو طول الكاميرا اقل من 30 متر بعمل توقيفه واحده من ناحيه السبورت على مسافه ال على 6. طبعا الناحيه الثانيه زيها بالظبط، وبالتالي انا عندي في مسافه اللي في النص ديت عباره عن تلتين الطول بتاع الكاميرا، ده بيبقى بالفول سيكشن بتاع القطاع زي ما بيقول. ونيجي للجزئيه بقى اللي انا عايز اعمل فيها الفلانجه او اصغر عرض الفلانجه فيها، ويمكن زي ما احنا اتفقنا انا عندي الموست بوبولار او الاحسن بالنسبه للتصنيع هو ان انا اصغر عرض الفلانجه. وعشان اصغر عرض الفلانجه يبقى انا محتاج احسب قيمه المومنت ام 1، ودي هتبقى فانكشن في الام ماكسيموم. لو خدنا بالنا من المعادله اللي موجوده قدامنا دي عباره عن نسبه وتناسب، حساب زي تشابه مثلثات بس من الدرجه الثانيه، لان انا عندي الكيرف بتاعي برابل. لو خدنا المعادله ديت وحسبناها هنطلع ام 1. طبعا احنا الام 1 اللي انا جبتها ديت هبتدي اشتغل في المومنت اوف اريا، المومنت اريا ميثود اللي احنا صممنا بيها القطاع البيلت اب سيكشن زي المحاضره اللي فاتت. والتخانه نتيجه ان احنا هنقول ان التخانه هتبقى دايما ثابته، فكل القصه كلها عندنا في ان انا عايز احدد البي فلانج الجديده او عرض الفلانجه الجديده اللي انا هستخدمها. فلو بصينا على المعادله تحت هنلاقي ان المعادله تحت عباره عن 0.58 اف يلد بتساوي المومنت الجديد اللي هو الام 1 على 0.98 اتش ويب، وهقسمها على البي فلانج الجديده في التي فلانج زائد اتش ويب في تي ويب على 6. طبعا الكلام ده يمكن احنا شفناه في المحاضره اللي فاتت. من المعادله اللي بينها قدامنا دلوقتي كل الداتا موجوده عندنا ما عدا البي فلانج نيو. البي فلانج نيو او العرض الجديد اللي المفروض هجيبه ده العرض اللي انا هشتغل على اساسه. ولو خدنا بالنا ان دايما التصغير الا على 6، يمكن في الرسمه اللي تحت بين المومنت اللي قدامنا عرض الفلانجه دايما الا على 6 من العرض الكبير مش من العرض الصغير، يعني ما ابتديش الا على 6 من العرض الصغير، لا الا على 6 دايما من العرض الكبير عشان ما في السيف سايد. دايما حساباتي بكون في الامان. الحالة الثانية عندي لما يكون ال اكبر من 30 متر، يعني لو طول الكاميرا الكوبري اكبر من 30 متر. فالحالة دي زي ما احنا شايفين قدامنا على الرسمة بتاعت البندنج مومنت
انا بعمل توقفتين من السبورت، واحده على ال على 9 والثانيه ال على 4، وبرضه الناحيه الثانيه زيها بالظبط. وبالتالي انا بعد التوقفتين اللي احنا بنعملهم دول، فانا عندي المسافه البينيه اللي في النص ال على 2، يعني تقريبا القطاع بيشتغل بالفول سيكشن على مسافه او على طول الكاميرا، طول نص الكاميرا تقريبا. وبعد كده ببتدي اعمل عمليه التقليل بالنسبه للعرض الفلانج. برضو من المعادلات بتاعتنا، انا يمكن حاطط المعادلات بتاعت ام 1 وام 2 والقيم بتاعتها اللي هي برضو محسوبه من تشابه المثلثات اللي هي الدرجه الثانيه، ومضروبه في الام ماكسيمم او فانكشن في الام ماكسيمم. بعد ما اجيب ام 1 واجيب ام 2 ببتدي اعوض في المعادله بتاعتنا اللي هي المومنت اريا ميثود اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت، وبطلع من ام 1 وام 2 مقابل ليهم بي هنا وبي هنا. زي ما احنا شايفين التوقيفات، برضو نرجع نقول ان انا عندي ال على 4 في الرسمه اللي قدامنا، توقيفه من اول الفلانجه الكبيره، بعد كده ال على 9 من الفلانجه الكبيره اللي جت عندي ال على 4 وهكذا. ودايما درجه الميل 1 ل 5، يعني درجه ميل التقليل بتاع القطاع 1 ل 5 عشان ما نعملش حاجه اسمها كونسنتريشن اوف ستريس. زي ما احنا شايفين المثال اللي هنتكلم عليه دلوقتي ده عباره عن مثال لكاميرا كوبري طولها 28 متر، والتريننج اكشن ام ماكسيمم بتاعته 1350 متر طن، والحديد المستخدم حديد 52، والمين جردر بتاعتنا الابعاد بتاعتها البي فلانج 60 سم، التي فلانج 3 سم، الاتش ويب 280 سم، والتي ويب 1.6 سم. وبناء عليه طالما عندي الكاميرا 28 متر، فانا ما عنديش غير توقيفه واحده اللي هي ال على 6، لان دي اقل من 30 متر. فالتوقيفه واحده ال على 6، يبقى انا محتاج ان انا احسب قيمه المومنت ام 1 اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده من المعادله بتاعتنا. ام 1 لما انا حسبتها طلعت عندي ب 750 متر طن، وبناء عليه هي دي او هو ده القيمه بتاعت العزم الجديد اللي انا هشتغل عليها واجيب البي فلانج نيو. لو بصينا ان احنا نعوض ب 750 متر طن الموجوده عندنا ونعوض في المعادله اللي احنا اتفقنا عليها بتاعت المومنت اريا بيسود، هيطلع لي البي فلانج نيو طلعت لي ب 19 سم. طبعا 19 سم انا عندي مشكله، انا عندي في عرض المفروض ما يقلش عنه العرض بتاع الفلانج، والعرض اللي ما يقلش عن العرض بتاع الفلانج ده بيسميه الاستيفنر هايت. والاستيفنر هايت يمكن هنشوفه المحاضره اللي جايه ان شاء الله، عباره عن اتش ويب على 30 زائد 5 سم، وطبعا المفروض هضربها في 2 لان الاستيفنر يمين وشمال، وهنشوفها مع بعض القيمه ديت هنرجع نحسبها مره ثانيه اللي انا خدتها. ولكن احنا هنقول ان المينيمم عندي المينيمم بي عباره عن اتش ويب على 30 زائد 5 سم مضروبه في 2 زائد سمك الويب اللي هي 1.6 اللي هي تقريبا طلعت 32 سم. وبناء عليه انا العرض الفعال اللي شغال معايا او العرض الجديد اللي هيبقى شغال معايا 32 سم. اذا الكاميرا الجديده اللي موجوده عندنا عباره عن كاميرا متغيره القطاع من 60 ل 32 على مسافه ال على 6 زي ما احنا شايفين. لو خدنا بالنا ان الميل بتاعي المفروض 1 ل 5، وبناء عليه المسافه العرضيه بتاعت الميل دوت قد ايه؟ فال 1 ل 5 دي عباره عن 60 ناقص 32 على 2، ان انا جبت المسافه الارتفاع الصغير دوت هضربه في 5 وتديني 70 سم. فالمسافه اللي هيفرد عليها القطاع او هغير عليها القطاع من 60 ل 32 مسافه لا تقل عن 70 سم.